الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 40، كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. لأن الإنسان عندما يضع يده على موضع الألم يخفف الألم، لأن المخ ينشغل باللمس والألم، فإذا انشغل المخ بإدراك وظيفتين قلل شعوره بالألم. وعشان كده أول ما حاجة توجعك تعمل كده، تعمل كده على طول عشان تخفف إحساسك بالألم. فوضع اليد على الشيء المؤلم يخفف إحساسك بالألم. عندما تشعر بصداع تعمل كده، حس إن الصداع قل شوية، مع إن هو ما قلش، هو الصداع لسه جوه، لكن اشمعنى لما لمست قل؟ لأن شغلت مخك بإدراك ملمس يدك على جبهتك بجانب الصداع، فقام بوظيفتين في آن واحد، فالتفت إلى الإثنان معا. فلما التفت المخ إلى الإثنان معا قل إدراكه لأحدهما. يسموها إيه بقى؟ كاونتر إيريتانت إن إنجلش، النظام العلاجي يقول لك كاونتر إيريتانت، يعني لما يبقى عندك ألم في عضو اديله حاجة يشعر بها تانية غير الألم ده، يقوم إيه؟ يلتفت إليها. ففي بعض الدهانات مثلا تعمل حرقان في الجلد عشان تدهن بيها المفصل اللي يقلب، فهمت إزاي؟ وعشان كده اخترعوا الكي، تكوي العضو اللي إيه اللي بيقلمك، تكويه يقوم إيه؟ تشعر بالحرق، يحترق الجلد، فالجلد يوجعك، يقوم يزول ألم العظم اللي هو إيه؟ أعمق من الجلد، فهمت؟ أدي الأصل من المسألة. وعلشان كده عادة الناس أول ما يؤلمها شيء يحط إيده على موضع الألم على طول، ضرسه بيوجعه يبقى عامل كده، واخد بالك؟ على طول، عينه توجعه يعمل كده. يبقى تملي وضع اليد على موضع الألم يخفف الشعور بالألم. فإذا كانت هذه اليد يد صالحة يحصل بركتها أيضا، فيزول الألم بالكلية. فإذا كانت مصحوبة بالدعاء والتوجه إلى الله فيكون علاج ناجع بإذن الله. فهمت بقى المسألة؟ آدي إيه أهمية وضع اليد على موضع الألم مع الدعاء. باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. ودي كلها علاجات نبوية شريفة لابد أن تهتم بها. يعني لما يجي لك ابنك إيده بتوجعه ما تقولوش من بعيد لبعيد بتوجعك يا حبيبي، امسكها له كده وامسح له عليها، قول له لا ما تخافش ان شاء الله تبقى حلوه، تبقى جميله، هتبص تلاقي ايه؟ الالم يخف. فهمت ازاي؟ لا مش تقعد كده، معلش ايه القسوه دي؟ فهمت ازاي؟ فما ينفعش الطريقه دي. واحيانا لما يبقى انسان خائف اما تحتضنه خوفه يروح، مش كده برضه؟ وهكذا كل الحاجات دي ربنا جعل اسرار في ملامسه الاجساد، واخد بالك؟ دي اسرار جعلها الله سبحانه وتعالى، انك انت جسد فبيحصل نوع من ايه؟ من الاسرار عند ملامسه الاجساد بعضها ببعض. قد تكون هذه الاسرار نافعه في احيانا وقد تكون ضاره في احيانا. فعند وجود الالم بيبقى فيه نوع من النفع، وهو نوع من التسكين للالم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيح الحديث 67 بعد 805000، قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى يقررها 7 مرات. يبقى الإنسان يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله 3، ثم يقول أعوذ بالله وقدرته. في روايات تانية غير مسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، في غير صحيح مسلم، وممكن تزود عزة الله وقدرته. أعوذ بعزة الله وقدرته، ورواية مسلم ما فيهاش عزة، فيها بالله وقدرته، تنفع كده وتنفع كده. لكن عند الدعاء الأفضل تجيب كل الروايات كدعاء. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وممكن تقول كمان زي ما قرأناها في سنن الترمذي، تقول ايه؟ بسم الله الكبير اعوذ بالله من شر كل عيب في النعار ومن شر حر النار. بسم الله الكبير اعوذ بعزه الله اعوذ بالله اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. تقولها 3 مرات او تقولها 7 مرات، كل ده قريناه برضه في سنن الترمذي. يبقى النبي له دعوات كثيره عند الشعور بالالام. وعلى فكره لما بتواظب على ذلك، اللي عنده الام بيقل احتياجه للمسكنات، يقل احتياجه للمسكنات كتير. يعني انا بعض المرضى بوصف لهم بعض الدعوات دي ويكون بياخد 6 أو 7 أقراص مسكنه، يقول انا بعد ما وظبت على الدعاء ده بقيت احتاج قرص واحد او قرصين، بعد ما كان بيحتاج 6 أقراص مسكنه. فلا شك ان لها نفع كبير، وعلى الاطباء ان يهتموا بمثل هذه العلاجات الروحانيه اللي تقوم على الدعاء واللجوء الى الله، ولا يكتفي بالعلاجات الكيميائيه او العلاجات الجراحيه فقط، لكن عليه ان يجمع بين الكل. ثم الصدقه واطعام الطعام وفعل الخير للناس، كل ده بيخفف الم المريض ويشعر انه مرضه خف وقد يشفى تماما بهذا. فلازم الانسان لما يكون مريض يستعمل كل وسائل العلاج، واهمها الدعاء. اهم وسائل العلاج الدعاء واللجوء الى الله، دي اهم وسيله، اهم من الجراحه واهم من الطب واهم من كل الوسائل. اللجوء الى الله هذا يخفف كثير من الالام ويملا القلب يعني رضا وصبر على ما يكون الانسان فيه من بلاء المرض. فعلينا الا ننسى هذه المعاني. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. معلوم ان في شيطان اسمه خنزب، ده مسؤول عن انه يخليك تتوسوس في الصلاة. الخنزب المخنزب ده يريد ايه؟ ان يخليك طول ما انت بتصلي، وانا قريت الفاتحة ولا ما قريتش، وانا ركعت ولا ما ركعتش، هو انا قلت التشهد ولا ما قلتش التشهد، هو انا في الركعة الثانية ولا في الثالثة. يعني عايز طول الصلاة قاعد انت موسوس في نفسك، وبعدين في وسط حتى الصلاه يقول هو انت اتوضيت ولا ما اتوضيتش اصلا؟ ولو اتوضيت يقول لك ده انت الظاهر نسيت تغسل وشك، ده انت مش عارف غسلت دراعك وما وصلتش للمرفق، ده انت يعني يخليك باستمرار في قلق في العباده. دي شغل الخنزب ده المجرم ده، فهمت ازاي؟ فلابد انك انت تستعيذ بالله من هذا الشيطان حتى تكون في عبادتك مطمئن مع ربك. التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، وينفع بفتح الخاء، خنزب وخنزب لغتان، خنزب. فإذا أحسسته يعني شعرت بهذا الوسوسة يعني فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3، وادفل حتى وانت في الصلاة، حتى وانت في الصلاة، بس عند التفل لا تخرج حروف، مش تقول تف 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 بقت تف تف، لا، يعني مجرد تخرج نفس بغير ايه ظهور حرف حتى لا يكون ايه
كلام اجنبي في الصلاه. يعني لو جالك هذه الوسوسه جوه الصلاه وانت جوه الصلاه تقول اعوذ بالله من الشيطان وتدخل ثلاثا على يسارك وتكمل صلاتك، لان هذه الاستعاذه والتفل يحرقه ويجعله يبتعد عنك. فما بقي من وسوسه بعد هذا الفعل لا يكون من الشيطان بل من النفس. فالنفس ايضا فيها نوع تردد، فالنفس تسول والشيطان يوسوس. فاذا زالت الوسوسه بقي التسويل، فعليك ان تقاوم نفسك بقى. واحيانا يصل الانسان الى الضعف النفسي اللي يحتاج علاج علشان ايه صار مريض، يسموه ايه الوسواس القهري. الوسواس القهري إيه؟ يعني بيبقى الانسان بقى عنده وسوسه من نفسه مش من الشيطان. في الحاله دي يلجا الى ايه؟ الى العلاج الطبي. في الحاله دي يبقى العلاج النبوي يحول بينك وبين شيطان الجن، والعلاج الطبي يحول بينك وبين وسواس النفس. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله ولم يذكر في حديث سالم ابن نوح ثلاثا. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثهم. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. يبقى التداوي واجب ولا مستحب؟ مستحب وليس واجب. وقد يتأكد في بعض الأحيان إن كان بالتجربة هذا العلاج ناجع للمرض، ففي هذه الحالة يجب وإلا يكون نوع انتحار. يعني لو واحد مثلا جرح وجرحه بينزف، ما يقولش بقى العلاج مستحب ويسيب جرحه ينزف لحد ما يموت، كده كأنه بينتحر. لماذا؟ لأن علاج إيقاف النزف متيقن النفع، ففي الحالة دي يبقى قصر في وجهه. لكن عنده مغص، شوية مغص، ممكن ياخد إقراص، ممكن يصبر شوية، ممكن يشرب له كوباية نعناع، ممكن يقول يا رب أزل عني ما أنا فيه وينام، لا يأس. ليه؟ لأن العلاج اللي هياخده للمغص مظنون إنه قد يزيله وقد لا يزيله. إذا كان العلاج متيقن النفع فتركه حرام لأنه يهلك النفس، وإن كان العلاج مظنون النفع فتركه مكروه فيستحب أخذه. واضح؟ يبقى العلاج في الجملة مستحب، قد يجب أحيانا إن كان متيقن النفع، وفي الغالب أنه مستحب، وقد يكره أحيانا إن كان النفع منه قليل، وبالتالي يتعرض بس لسمية العلاج دون نفع، لأن في بعض العلاجات لها أعراض جانبية كثيرة جدا ولا نفع ضئيل، فدايما علاج مكروه، أو يكون علاج يحدث آلام شديدة في الجسم أشد من ألم المرض، يبقى في الحالة دي علاج مكروه. فهمت بقى؟ فيبقى العلاجات لها أحكام متفاوتة يعني. لكن ممكن تقول بالجملة التداوي مستحب بالجملة. وعشان كده الإمام القرافي في الفروق قال من ترك الدواء حال المرض فمات لا يكون منتحرا، ومن ترك الطعام فمات يكون منتحرا. والفرق بينهما أن الدواء مظنون النفع فترك مظنونا وبالتالي لا يكون منتحرا، أما الطعام فمتيقن النفع فتركه يكون انتحار حرام. فهمت؟ فجعلها في الفروق فرق بين من ترك متيقن النفع وبين من ترك مظنون النفع. فهمت بقى المسألة؟ فناخد بالنا من مثل هذه الفروق. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب
قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. عز وجل لكل داء دواء. طب ما احنا عندنا امراض كثيره مش عارفين لها دواء، يبقى العيب فينا احنا لم نبحث كافي بحث كافي. لكن الله خلق لكل داء دواء الا الموت. النبي قايل كده. والهرم، الهرم اللي هو الهرم اللي هو ايه؟ الشيخوخه يعني. يعني ربنا جعل لكل داء دواء الا اثنين، الهرم اللي هي الشيخوخه والموت. بس دول اللي ما لهمش دواء. الامريكان بيحاولوا يبحثوا عن دواء يمنع الشيخوخه. وبيبحثوا قاعدين يبحثوا. احنا بنقول لهم ان الابحاث بتاعتكم دي هباء مش هتوصلوا لحاجه. لان النبي قال لنا ان ما لهوش دواء، خلاص. نقوم نوفر بقى ميزانيه البحث العلمي في هذا المجال ونحطها في النفع. بيبحثوا عن ادويه تمنع الموت وبينفقوا عليها مليارات. نقول لهم انتوا كده دي نفقه مرميه في البحر. فالنبي ريح. انما اي مرض اخر ابحث بقى كما شئت لانه له دواء. فعليك ان تبحث حتى تحصل على الدواء. فهمت بقى المساله؟ يبقى احنا عندنا النبي مريحنا. يعني محدد لنا متى نبحث ومتى لا نبحث. نبحث في اي مرض الا مرضين، الهرم والموت. والوقت في اوروبا وامريكا بيبحثوا في الهرم والموت. كيف يمنع الشيخوخه وكيف يمنع الموت. محال ان يصلوا لشيء. اموال يعني الافضل ان تنفق على فقراء العالم بدلا من ان تنفق على هذه الاشياء. وعن ابي قال حدثنا هارون بن معروف وابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه عاد المقنع. ثم قال لا، المقنع ده اسم راجل. عاد المقنع يعني واحد مريض اسمه المقنع. عاد يعني زاره مريضا. عاد المقنع ثم قال لا ابرح حتى تحتجم. انا مش سايبك النهارده لما تحتجم، لان انا شايف ان مرضك ده هتستفيد بالحجامه. فهمت ازاي؟ قال له انا مش ماشي، لازم تحتجم. فهمت؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. يعني في الحجامة دي شفاء، يعني من وسائل العلاج الحجامة. والحجامة تطورت دلوقتي شوية. العيال الوهابية عايزين يرجعونا للحياة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي بنفس خبراتهم دون مراعاة التفاوت الزمني وتأييد وتراكم الخبرات العلمية والتجارب البشرية. فعايزك تتحجم بنفس طريقه الحجامه ايام النبي. زي ما تفكيرهم بالظبط. شوف داعش بيعملوا ايه؟ عايزين يرجعوا الرق ويرجعوا ايه؟ الغزوات في بلاد المسلمين. عايزين يعملوا غزوات في بلاد المسلمين وقطع الرقاب. ربنا بيقول فضرب الرقاب، يفهموا ضرب الرقاب يعني قطع الرقاب. ضرب الرقاب يعني قتل الكافر، قتله. والنبي بيقول اذا قتلته فاحسنوا قتله. فيفهم ضرب الرقاب يعني قطع الرقاب، فكل ما يقتل واحد يفسد رقبته. عيال فهم الدين بطريقه غريبه الشكل. واخد بالك؟ يقول لك ما ربنا بيقول لنا فضرب الرقاب يعني قطع الرقاب. ايه مين اللي قال لك كده يا غبي؟ حتى الايه بيقراها مش فاهم معناها. ثم هم عايزين يبرزوا هذا المعنى القبيح امام الناس اعداء الاسلام عشان يعرفوا الناس ان الاسلام ده دين غير صالح. ولكن الحقيقه هؤلاء الناس هم اللي غير صالحين. والدين بريء من هذا كله. عايزين يرجعونا تاني زي ما كنا، حتى في مجال الطب زي ما هم كده في مجال الحرب ومجال عايزين يرجعونا. تبص تلاقي كل واحد يجيب لك موس ويجيب لك مش عارف ايه ويعمل لك عده ويقول لك انا بحجم. عايز يحجم الناس بنفس الطريقه القديمه، في حين ان الحجامه تطورت. حصل فيها تطور كبير على مدى 1400 سنه، البشر قاعدين بيعيوا وبيتعالجوا، بيعيوا وبيتعالجوا، بيحسنوا خدمه العلاج. فتطورت الحجامه. كانت الحجامة أيام النبي حجامة جافة وحجامة رطبة بالتشريط والفصد. تطورت بعد ذلك فصارت الحجامة الجافة في صورة أدوية بتاخدها
تبتلعها، اقراص، لبوس، حقنه، كل دي تطور الحجامه على فكره، بس صارت في صوره دواء. الحقنه اللي انت بتاخدها دي نوع من الحجامه، بس حجامه بقت ايه؟ اعمق شويه. فهمت بقى ازاي؟ بتطور العلاج. وبعدين صارت الحجامه اللي بالتشريط صارت حجامه عميقه اللي هي الجراحه. فتطور علم الجراحه، كان اصله حجامه ثم صار جراحه، كان اصله بيتعمل في البيوت ثم صار يفعل في المستشفيات وفي جناح العمليات وبتعقيم معين وبخطوات معينه، فصارت الحجامه الان هي الطب الحديث. فهمت بقى ازاي؟ لكن هو عايز يعمل ايه؟ عايز يرجعنا تاني 1400 سنه ويجيب لك كاسات هواء ويحطها لك ويعمل، يقول لك انا كده، اصل احنا ايه؟ كل ده فهم خاطئ للدين. عايزين يرجعونا تاني الى ايام العصور الحجريه. فهمت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الحكمه ضاله المؤمن. فمن حكمه البشر التجارب البشريه على مر العصور بيحسنوا خدمه العلاج. فلما حسنوا خدمه العلاج انشأوا المستشفيات وكليات الطب والصيدله ومصانع الادويه والالات الطبيه، كل دي تطور للحجامه. فهمت بقى ازاي؟ فلازم ايه نفهم هذا المعنى. فطريقة الحجامة الحديثة دي اللي بيعملوها بطريقة الحجامة القديمة ده نفس اسلوب الفكر الوهابي في الدين، بس حولوه الى الطب. فلما طبقوا الطب طبقوه بنفس الطريقة دي. فهمت بقى المسألة؟ فلازم تراعي تطور الزمان، فتعيش زمانك مش زمان النبي، لكن تعيش منهج النبي. في فرق بين ان نعيش منهج النبي الذي هو صالح لكل زمان ومكان، وفرق بين ان نعيش زمان النبي الذي هو موقوت بفتره زمنيه محدده لا تتكرر. فهم؟ فالوهابيه يريدون ان نعود الى زمان النبي ولن نعود. فهمت بقى؟ لن يعود الزمان للوراء اصلا. فهم يطلبون المحال، ولما طلبوا ذلك صاروا صوره ممسوخه للمسلمين. قبيحه في كل المجالات، في مجالات الطب ومجالات السياسه ومجالات العقائد. ومجالات التعليم وفي كل شيء. حتى لا يريدون ان يكون هناك مدارس ولا جامعات، لان ايام النبي ما كانش في مدارس ولا جامعات، فعملوا جامعه ايه؟ بوكو حرام، يعني التعليم حرام. هناك في نيجيريا. هي الوهابيه، قال لك بوكو حرام. يعني التعليم حرام. طب ليه؟ اصل ما كانش في مدارس ولا جامعات ايام النبي. فدي بدعه، ضلاله، واختلاط رجال بالنساء، اعوذ بالله، شيطان، شيطان، ايه ده؟ ويقتلوا الناس. هذه طريقه عقيمه. فهمت ازاي؟ لفهم هذا الدين القويم الذي هو منهجه صالح لكل زمان ومكان، وهم يريدون ان يكون صالحا لزمان معين ومكان معين فقط. وبالتالي يؤدوا بعد ذلك هذا التطبيق الى التكذيب بان هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. وبالتالي الواجب علينا ان نعيش منهج النبي لا عصر النبي. فهمت؟ فرق كبير بين المدرستين. المدرسة الأزهرية المعتدلة تعلم الناس مقاصد الشريعة، مناهج الدين، المراد من العباد، من رب العباد، حتى يفعل هذا في أي زمان وفي أي مكان. أما المناهج الوهابية تعلم الناس الردة مرة أخرى إلى زمان النبي دون مراعاة مقاصد الشريعة ولا مناهج الدين. فهمت الفرق بين المدرستين؟ مدرسة قبيحة ومدرسة صالحة لأن تتطور. وعن أبي قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان عن عاصم بن عمر ابن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا، يعني عنده خراج، يعني عايز الخراج يتفتح، يعني جراح. الرجل عنده خراج وقاعد وسخن وبتاع وقاعد كده. قال له ازاي؟ تسيب نفسك ليه؟ احتجم، يعني يفسده، يعني طلع الصديد هتخف. فهمت بقى ازاي؟ ادي الحكايه. لا يجيب لك بقى كاسات هواء فوق الخراج ويعمل لك كده كاسات هواء ويقول لك اصل احنا عايزين نرجع للعلاج النبوي. يقوم الراجل يتعالج العلاج النبوي في نظره يلاقي يعني نفسه مرضه بيزداد، يقوم يبتدي يكفر بالنبي. ما هو ده اللي بيحصل. كل من كفر في هذه الايام ممن الحد هم من تدينوا الدين الوهابي.
ولا يوجد إنسان فقد دينه بعدما ذاق الدين الحقيقي، لكن الدين الوهابي ليس الدين الحقيقي. انظر كده واعمل بحث، شوف كل من ألحد، وانظر وادخل النت والبرامج واللي استضافوهم، تجدهم كلهم تعلموا الدين الوهابي ولم يتعلموا الدين الحقيقي. فهمت بقى ازاي؟ لأنه يقول وهم إلى التكذيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الحجامة فيها دواء، وجبريل أخبرني، يروح يتحجم بطريقة أيام عصر النبي، يقوم إيه يستفحل الداء، يقول لك يبقى كذاب، يبقى مفيش نبي. فهمت بقى المشكلة؟ عرفت إزاي بتيجي؟ في حين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتجم بطريقة أهل عصره، ثم تطورت وترك الناس إيه للتجربة، وقال لهم خلق لكل داء دواء يا عباد الله فتداووا، يعني ابحثوا عن دواء كل داء. فلما بحثوا 1400 سنة أنتجوا هذا العلم الكبير من علم الطب، فهم عايزين يرجعونا تاني نسيب ده كله ونرجع للعلاج ايام النبي. فلما نستعمل العلاج ايام النبي وما نخفش، يبقى ايه؟ يبقى النبي كذاب في نظرهم، وبالتالي بيكفروا عشان كده. فعرفت ان الدين الوهابي ده يقول الى الكفر غالبا، او سوء الخاتمة غالبا. قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا، فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي. فقال يا غلام ائتني بحجام. والحجام يا ممكن هو اللي يقوم بالجراح، وكان تملي الحجام هو الحلاق هو الجراح. فهمت بقى ازاي؟ تطورت. علشان كده في أوروبا سنة 1830 كانت الجراحين نقابة الجراحين تبع نقابة الحلاقين، سنة 1830. فهمت بقى؟ ما كانتش تبع نقابة الأطباء في أوروبا ولا في إنجلترا. عايز تبقى جراح تخش في نقابة الحلاقين. فهمت ازاي؟ لحد ما تطور علم الجراحة وأصبح يدرسوا الإيه؟ التشريح. بعد ما إيه؟ بعد ما ترجموا كتاب التصريف للزهراوي وهو عالم الأندلس، طبيب الأندلس المشهور، كان له كتاب اسمه التصريف في الطب 9 مجلدات. لما ترجموه وجدوا ان في علم كبير، وانه في علم الالات الجراحيه، وعلم تشريح البدن، وعلم وظائف الاعضاء، وعلم وصف الامراض، وعلم التكنيك وكيفيه اجراء الجراحات المختلفه. فلقوا ان ده علم كبير قوي، فلما درسوه وجدوا ان الجراحه دي علم كبير، ففصلوها من نقابه الجراحين الحلاقين الى نقابه الاطباء. فهمت بقى ازاي؟ لانه صار علم كبير. علشان كده قال احتجم، هات له. يبقى دلوقتي لما يبقى عندي خراج اروح اجيب الحلاق ولا اروح للجراح؟ هم بقى عايزيننا نروح للحلاق. الوهابيه عايزين يروحوا للحلاق عشان يعمل له اوبن هارت، يشق له كده ويعمل له عمليه فتح قلب مفتوح عشان يموت ونستريح منه. ما ينفعش، ما ينفعش يا استاذ. فاسلوبهم هو نفس الاسلوب اللي انت بتضحك عليه ده، ان واحد مريض عايز جراحه يقوم بدل ما يروح للجراح يروح للايه؟ للحلاق. يقول لك اصل ايام النبي كانوا بيروحوا للحلاقين والحجامين، لان ما كانش في جراحين، وطالما ما كانش في جراحين يبقى ما كانش في كليه طب. يبقى اقفل كليه الطب، احرق كليه الطب، بوكو حرام. فهمت؟ ادي اللي قالوه. فهمت بقى ان ده مذهب قبيح ودين قبيح، فربنا ينجينا منهم وينجيهم من عقلهم. يا غلام ائتني بحجام. الحديث بيقول ائتني بحجام، قال لك ائتني بجراح؟ نفذ الحديث، هات الحجام. شفت بقى طريقة فهمهم للدين؟ زي بالظبط لما يقرأ الآية فضرب الرقاب، يبقى اقطع كل من تقتله، يقول يقطعوا رقبة كل من يقتلوه ويحطوها على بطنه. شفت بيفهموا الدين ازاي؟ شفت خطورة فهمهم للدين؟ أنا بقالي 25 سنة بدرس للناس وبحذرهم عن المذهب الوهابي وعن هذا الأسلوب في الفهم، 25 سنة قبل أن تظهر به القباح كلها، ولكن اتضح أنه كان أقبح مما أتصور. يعني لما ظهر أنا ما كنتش متصور أنه بهذا القبح، كنت أحذر الناس منه وكنت لا أتصور أنه بهذا القبح، ولكن اتضح أنه أقبح ما يكون. وأراد الله لنا أن هو يطيل بعمرنا علشان نشوف قبح ما كنا نحذر الناس منه.
فالحمد لله الذي هدانا لهذا. فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما، يعني أحط لك حاجة، المحجم ده يعمل فتحة في الخراج ويحط حاجة تشفط الصديد، أدي اسمه المحجم. فهمت بقى؟ يعني طريقة فتح الخراج بالطريقة القديمة. فهمت؟ قال: والله إن الذباب لا يصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. يعني قال له إذا كنت أنا مش مستحمل الدبان بيقف عليه من الألم، مش مستحمل ثوب يجي عليه، أجيب حجام يخرمولي؟ معقول؟ فهمت إزاي؟ مؤلم. علشان كده تطور بعد ذلك الطب وصار فيه تخدير. واخد بالك؟ تقدر تعمل الحجامة بمخدر، لأن كان زمان الحجامة يرفضها المريض للألم، لأنه ما تقدرش تخش على موضع مؤلم بدون مخدر وتشتغل بالموضع المؤلم بالايه؟ بالمشارب، عملية مؤلمة جدا، تعذيب. فهمت ازاي؟ فتطور الطب واستعملوا المخدر. واخد بالك ازاي؟ العمومية، مخدرات عمومية ومخدرات ايه؟ موضعية بأنواع مختلفة. فما ينفعش إننا في تبعبكه حرام نبطل التخدير ونبطل مش عارف ايه ونبطل ايه ونجيب الحلاق ونكتف العيان ونربط درسه اللي بيوجعه في خيط ونربطه بباب ونروح عاملين كده علشان نخلع الدرس، وبعدين العيان قلبه يقف من شده الالم ويموت. ما ينفعش الطريقه دي، هيرجعونا تاني الى رده. قال: والله ان الذباب لا يصيبني او يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما راى تبرمه من ذلك قال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شرطة محجم، يعني جراح، الجراح علم الجراحة كله داخل في الحتة دي. ففي شرطة محجم أو شربة من عسل، علم الطب بالأدوية داخل في شربة عسل. يبقى النبي جاب الجراحة وجاب علم الأدوية. أو شربة من عسل أو لذعة بنار، لذعة بنار هو نوع من الكي، والكي بيوقد به النزيف إلى يومنا هذا بجهاز اسمه دايثيرمي، معروف في كل ورع عمليات المستشفيات، جهاز اسمه دايثيرمي، جهاز كي كهرباء. يبقى ما زالت نفس الانواع اللي النبي قالها موجوده، بس تطورت، صارت في صوره اجهزه وصوره مصانع تصنعها ومراكز بحثيه تطورها. او لذعه بنار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما احب ان اكتوي. والنبي كان يكره العلاج المؤلم قوي، شفقة بالامه. يبقى النبي يحب ان احنا نخدر العيان قبل ما نعمل له حاجه تؤلمه، لان الكي كان بيتعمل بغير ايه؟ بغير مخدر. فالنبي كان يكره الكي إيه؟ لانه مؤلم. والنبي كان ايه؟ شفوق بالناس، يبيحه مع كراهته. ليه بيكرهه؟ لانه فيه فائده لكن شديد الالم. وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.